فيصل. يعطيك العافية زميلي تركي، إذا نبارك للاسطبل الأبيض حصول سيرورة على المركز الأول، ويسرنا أن يكون معنا صاحب السمو الملك الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني. ألف مبروك سمو الأمير حصولكم على كأس ولي العهد، وأول كأس تحمل اسم سيدي صاحب السمو الملك الأمير نايف بن عبد العزيز. الله يبارك فيك ويجزاكم خير، ويعني هذه أقل هدية أقدمها لسيدي خادم الحرمين الشريفين صاحب الأيدي البيضاء على الاسطبل وعلى الفروسيه بشكل عام، ويا رب ان شاء الله ان نفرحه بعد في الكاس الثاني ان شاء الله. سمو الامير، يعني الاسطبل الابيض يمشي بخطى ثابته في هذا الموسم وتخطى حاجز ال 100 نقطه في قائمه الانتاج، اليوم يقدم اداء مميز، سيف الاجرب اليوم في المقدمه، بعد ذلك سيرور ويحقق كاس ولي العهد. هذا التكتيك في هذا الشوط تحديدا والسياسه والسيناريو التي يتبعها الاسطبل الابيض. لا شك الحقيقة كل سباق له ظروفه وله خطته وله طريقته، والحقيقة نحن من الأسبوع اللي فات يمكن احنا جالسين نخطط ومن الخيل اللي ممكن تركض، من الخيل اللي ممكن تشارك، ومن أفضلها يكون استعداد. ربي لك الحمد والشكر أنه الله وفقنا يعني أنه نختار الخيل الأفضل والأحسن المشاركة في هذا السباق، وربي لك الحمد والشكر. الأكليل؟ الأكليل الحقيقة طبعا عنده عائق صحي، اتمنى ان شاء الله انه يتعدى منه، واتمنى ان شاء الله انه يشارك في السباقات القادمه. سمو الامير، سريعا نتحدث عن الكاس القادمه والمستورد وايضا تطلعات الاسطبل الابيض لهذه القائمه. لا شك الحقيقه اليوم اي كاس هو شرف لاي انسان انه يفوز فيه سواء الانتاج او المستورد. لا شك انه المستورد اليوم اعتقد انه من اقوى السباقات اللي مرت على ميدان الفروسيه ميدان الملك عبد العزيز. اتمنى ان شاء الله انه يكون من نصيبنا، لكن الامير فيصل بن خالد عنده خيل كثير الحقيقه ممتازه، الامير سلطان محمد عنده خيل ممتازه، والمتحدي الاكبر هلال الشيباني طبعا اذا كان متحدي. بالتاكيد، استودع لكم ان شاء الله التوفيق سمو الامير، وان شاء الله الكاس القادمه ايضا من نصيب الذي يستحقها باذن الله، شكرا لك سمو الامير. الله يبارك.